نحكي هواي بس ما نسمع، نزعل ونضحك بنفس الوقت، سب الحكومة ونرجع نصوت، نحلم نغادر بس لما نغادر نشتاق نرجع. احنا تعودنا نمشي ونشيل التعب ويانا، السياسة لخبطتنا، الاقتصاد ضيق، والحياة صارت مثل السوق، غالية ومستحمة وكل شي بيها مستعجل. صرنا نعيش اليوم بيومه وبس نفكر للباقي نخاف، ومع هذا ما وقفنا. بس ويا كل هاي العجلة ما انتبهنا لشي جاي يكبر يمنا، هو لا سياسي ولا تاجر بس أقوى من عندهم، يكبر بهدوء ويتعلم من عندنا، من غضبنا، من ذوقنا، من مزاجنا، وحتى من جهلنا بعض الأحيان. هو يتغلغل ويانا، تلقاه بكل لايك، كل تعليق، كل نقاش بسيط على السوشيال ميديا، كل صورة ننزلها وإحنا طفشانين من الوضع، وجاي يشوف ويخزن ويتعلم. وقت اللي إحنا غرقانين بقضايا السلطة، صار هو السلطة. هو مو مرشح ولا سياسي، هو الذكاء الاصطناعي. أنا محمد العامري، واليوم راح أسولف وياك عن الترند اللي الكل يسولف به، وأنا واحد من الناس اللي اتطرق بموضوع بسلسلة الفيديوهات القصيرة، وهواي تعليقات جت لي قالوا إحنا منخاف من الذكاء الاصطناعي على اعتبار إنه إحنا نتعامل وياه كأداة، وأنا ما أختلف وياك، بس فكرت هاي الأداة ممكن تكون مرايتك، وش قد هذا الذكاء جاي يستكشف بشكل يومي عن حياتك إلى درجة إنه هو صار مراية تعكس أفكارك وتحيزاتك وحتى الأماكن اللي بداخلك وما تحب تواجهها تفضحك وتكشفها أمامك وبوسيلة ما. فلهذا بهذا الفيديو راح أغوص وياك بسؤال بسيط: إذا كان الذكاء الاصطناعي مراية، يا ترى شنو اللي راح نشوفه وإحنا نباوع بيها؟ احنا ندرب الذكاء الاصطناعي على اشياء مثل التعرف على صور او كتابة النصوص او اتخاذ القرارات، بس بالحقيقة ما جاي ننطيه مجرد معلومات، احنا جاي ننقل طريقة تفكيرنا، تحيزاتنا وحتى قيمنا. يعني مثل مراية تعكس شكلك، الذكاء الاصطناعي يعكس البنية النفسية للمجتمع. خليني أعطيك مثال بسيط: بعض الشركات استخدمت الذكاء الاصطناعي بالتوظيف، طلع يتحيز ضد النساء وضد ذوي البشرة استمرار. ليش؟ لأن البيانات اللي تدرب عليها كانت من بيئة منحازة بالأصل، فالمراية بين قوسين الذكاء عكست هذا التحيز، مو لأنه هو شرير، لا، بس لأنه تعلم من عندنا. وهنا نوقف ونسأل: قد من تطرف وكراهية وطائفية ممكن تنتقل للذكاء الاصطناعي بمجرد إحنا استخدمناه؟ فكر بيها شوية، لأن إحنا ما ننطي حقائق، إحنا ننطي نفسنا وكل شيء نؤمن به عن قصد أو بدون قصد. ولهذا الذكاء الاصطناعي مو آلة تبتكر من لا شيء، هو مثل مرايتك بس تعكس الداخل مو الخارج. وبهاي اللحظة لما كنت أكتب هذا السيناريو تأملت وخلاني أوقف وأسأل: إذا كانت هاي المراية تعكسنا، فخلي أشوف شنو تعكس عن ثقافتنا، عن تاريخنا، عن جوهر إنسانيتنا إحنا كعرب. رحت وبحثت وسمعت وقرأت وشفت، والنتيجة الذكاء الاصطناعي ما يشتغل بفراغ. إحنا ندخل الكتب والأفلام والمحادثات وبيانات من الإنترنت، هو يبدي يتعلم منها. بس خلي أسألك هنا، كل هاي المعلومات منو كاتبها؟ من أي ثقافة جاية؟ أنا أقول لك الغالبية العظمى جاية من المحتوى اللي تدرب عليه من الغرب، من اللغة الإنجليزية مثلا، من قيم وسرديات معينة. يعني لما تسأل الذكاء الاصطناعي عن معنى الجمال أو الحب أو حتى الدين، غالبا راح يجاوبك من زاوية ثقافية مو شرط هي هاي الزاوية الشبهك. فمثلا أنا سألت الذكاء الاصطناعي شنو معنى النجاح، بدأ يجاوبني المال، الشهرة، الإنتاجية، بينما أنا أعتبر النجاح هو الراحة النفسية أو العلاقات العميقة بين الأصدقاء والأهل، وحتى ممكن القدرة على الصبر. هذا يعني إيماني، أو ممكن أنت لك تفسير ثاني. فهو ما يعكس الواقع، هو يعكس الثقافة اللي تربى بيها رقميا. ببساطة الذكاء الاصطناعي هو طفل رقمي انولد بالإنترنت وظل يتعلم منك شنو أنت اللي تعلمته. يعني صورة مشوهة شوية مثل مراية نحيفة أو مكسورة تنطيك انطباع مو الحقيقة الكاملة. وإذا بعدك تتابع هذا الفيديو، لايك، سبسكرايب، شير. وهنا أروح لمنحنى ثاني وأتعمق برحلة الذكاء كمراية لتاريخنا كعرب، والتاريخ
مو مجرد تواريخ ومعارك. تاريخ هو شلون انكتب ومن انذكر به ومن سلسل الأحداث ومن أي زاوية كتبوه، بزاوية المهزوم، بزاوية المنتصر، شلون فهمناه؟ يعني مو شيء صار وإنما شيء نقل بطريقة معينة. الذكاء الاصطناعي اليوم جاي يتعلم من أرشيفنا الرقمي، بس المشكلة الأرشيف هذا منحاز. مثلاً عندنا آلاف المقالات عن تاريخ أوروبا، بس شنو عن تاريخ مثلاً دولنا العربية أو أفريقيا أو حضارات أمريكا الجنوب؟ لما تسأل الذكاء الاصطناعي عن الحرب العالمية يجاوبك بالتفصيل، بس لو سأله عن المجازر اللي صارت بمناطقنا العربية يمكن يجاوبك بجملة ونص، أو يمكن يقترح عليك أشياء ثانية منحازة على حساب جهة ثانية، يعني مؤامرة. نظرية المؤامرة وين سامعها؟ وهنا الكارثة الكبرى، احنا كعرب التهينا بإبهار الذكاء بذكاءه والطبخة الدسمة الغربية اللي قدمتها لنا. وهنا أسأل، هذا التقصير من منو؟ مقصوده من الغرب؟ بالتأكيد لا، التقصير من عندنا كشعوب ما رقمت ذاكرتها كفاية. الذكاء الاصطناعي يعكس من يملك القلم مو من عاش القصة. فإذا احنا ما نكتب تاريخنا ولا نوثق ذكرياتنا، المراية راح تنساننا وراح تبدي تحذفنا شوية شوي من الصورة. وسط كل هذا الخوف من الذكاء الاصطناعي، ويمكن واحد من الملايين أنا ويمكن حتى أنت إذا لحد الآن بعدك تبوع هذا الفيديو، وسط كل هذا الهلع اللي إحنا بيه ممكن إنه يسرق شغلنا بالمستقبل ويسيطر علينا، نسينا شيء أهم اللي هو الذكاء الاصطناعي جاي يعلمنا عن نفسنا. يعني لما تشوف إنه يتعلم بسرعة ويتصرف أحيانا بأنانية أو يتحيز أو يخدع، فكر شوي، منو علمه هذا؟ هو تعلم منه. يعني هذه الصفات موجودة بينا، وبصيغة أبسط يعكس الشين والزين بالنهاية. هو صورة بشرية بنقاط ضعفنا وقوتنا، خيالنا وأنانيتنا، بخوفنا وأملنا. ولهذا أنا ما أعتبره عدو، هو مجرد مرآة ضخمة تعكس إنسانيتنا. وهنا يا عزيزي وعزيزتي أقول لك، خلينا نختار يا جزء نريد نكبره، الرحمة اللي تقريبا انعدمت بمجتمعنا بدل القسوة، أو العدالة اللي نبحث عنها بدل الانحياز، أو الخيال بدل التلقين، لو الحوار بدل الصوت الواحد، لو توثيق ذاكرتنا بدل نسيانها. وخلينا نرجع لسؤالنا الأول اللي هو، لو كان الذكاء الاصطناعي مراية شنو راح نشوف وشنو راح نباوع بيها هاي المراية؟ والجواب الأكيد أنه راح نشوف نفسنا. وإذا نريد نغير صورته ونرتقي به كعرب بين الأمم، لازم نكون أذكى وأحرص وأصدق. وبهاي الحالة الذكاء الاصطناعي عمره ما راح يصير أذكى مني ومنك إذا ما صرنا هتشي. إذا تحب هتشي فيديوهات تابعني واشترك بالقناة. أوداناكم.